هاي ملك. هاي شيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله. شو مفاجأة اليوم؟ شو اليوم عملت لك شوبينج؟ ما فيك تحكي أي كلمة عليهم. إيه إنه أحسن، بس ليش البندورة معصومة بالنص؟ بتعرف فشيل إنه البندورة منيحة من جوا هالقد فت بهياتي. إنه على طول بتقلي مثلاً لا هاي الشغلة مش منيحة، شو هيدي الشغلة مثلاً قاعدة بالبراد عندك أسبوع، هيدي ما بقى سرقة مشي محل. يعني العادة. إيه مثل اللقطينة سرقتها شو محل كمان. لا شيف، عملت مربى اللقطين وجبت لك الباقي كرمال اليوم نعمل حلقه صحيه للنباتيين اللي بيتبعوا نظام غذائي نباتي. نباتي، سو بدي مني اعمل لك شيء نباتي. شو عندنا اليوم؟ عندنا جزر بطاطا، مربى مدوره، بندوره، خس مشكل، جبنه تشيدر، فليفله، عنابيط، بصل، ثوم، سبانخ، باذنجان. اوكي، في عندك ايج نودلز سهلين كثير هون بيخلصوا يعني ما فيها. شو بدك تخترع شيف؟ خليني اشوف ابداعاتك اليوم. طيب شو حنعمل؟ شو حنعمل؟ خس خليها للسلطه هيدي، حطيها على جنب هلا اشتغل فيها بعدين. في زنجبيل ما تنسى. ايه شفتها زنجبيل. طيب شوف شو حنعمل. حناخذ اول شيء جزر وباذنجان مقدور. حنعمل غاتاتوي. سمعت شو مقدار غاتاتوي قبل؟ لا. غاتاتوي اللي هو يخني، اما بتعمل بالمطابخ الفرنسويه خضره تستعمل على طول بالمطابخ الفرنسويه، بتيجي جارنتور يعني شو بيقولوا طبق جارنش، لا طبق مرافق لصحن لحمه لصحن سمك بسموه غاتاتوي، عباره عن خضره سايد ديش. اوكي، عباره عن يعني طبق مثلا مثل البطاطا المقليه كول سلو. مزبوط 100%. بطاطا بيوريه. اوكي مزبوط، هيدي هي الكلمة المناسبة. الكلمة المناسبة. حناخد حنعمل أكيد صينية صغيرة. حناخد كوسة. أكيد أهم شيء ننتبه بالشغل نعمل الكوسة كله قد بعضه، يعني على طول الحجم ننتبه عليه قد إيه هو حجمه. عشان يستوي تقريباً كلهم مع بعض. مثل بعضهم.